بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابنا الكرام في المحاضرة الأولى من المقرر الدراسي بعنوان قانون العقوبات القسم الخاص. طبعا زي ما احنا عارفين حضراتكم درستوا في الفصل الدراسي الأول شرح قانون العقوبات القسم العام. إن شاء الله في المقرر في الفصل الدراسي الثاني هنتكلم عن شرح قانون العقوبات القسم الخاص. طبعا زي ما احنا عارفين ان قانون العقوبات ينقسم الى قسمين، القسم العام والقسم الخاص. طبعا زي ما احنا عارفين وده ما درسته حضراتكم في الفصل الدراسي الاول، ان القسم العام ده بيتناول القواعد او يضم القواعد العامة طبعا التي يرى المشرع صلاحيتها للتطبيق على كافة الجرائم والجزاءات الجنائية أو العقوبات، أو مطلق عليه النظرية العامة للعقوبة أو النظرية العامة للجريمة. يتناول النظرية العامة للعقوبة والنظرية العامة للجريمة. أما فيما يتعلق بالقسم الخاص من قانون العقوبات، ده بيتضمن الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، وينص على أركان هذه الجرائم وتحديد الجزاء الجنائي لها. يبقى القسم الخاص بيتناول الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، وبيحدد أركان هذه الجريمة والعقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة. طيب لما نيجي نتكلم عن القسم الخاص، وهو ده موضوع دراستنا في الفصل الدراسي الثاني، محتاجين نعرف يعني هنسأل بعض الأسئلة كده، محتاجين إن احنا نجاوب عليها أو هنحط عناوين. يا رب تصلي فوق شوية. ايه معلش صرت حصل ماشي هنحط عناوين كده معانا في المحاضرة دي. احنا طبعا محاضرتنا النهاردة هتبقى بسيطة، مش هنطول فيها جدا، احنا هنعمل بس تعريف مصغر كده أو مبسط للمقرر بتاعنا أو القسم الخاص في قانون العقوبات. طب لما نيجي نتكلم عن القسم الخاص قانون العقوبات، قلنا ان هو يتضمن الاحكام الخاصه بكل جريمه على حده، ويبين اركان هذه الجرائم اتفضل والجزاء بس صلي صوتك الجنائي شوية. المقرر لكل جريمه. طيب نصوص القسم الخاص دي بتحتل مرتبه ايه بين نصوص قانون العقوبات؟ يعني لما نيجي نتكلم على نصوص القانون الخاص، بنجد ان هي بتحتل مرتبه ايه بين نصوص القانون العقوبات بشكل عام؟ يعني زي ما احنا عارفين نصوص قانون العقوبات قسم عام وقسم خاص. القسم الخاص ده بيحتل مرتبة إيه بين نصوص القانون العقوبات بشكل عام؟ طيب لما نيجي تاريخيا كده، بنلاقي إن نصوص القسم الخاص أسبق في الظهور من نصوص القسم العام. ليه؟ لأن القسم العام ما بدأش يبقى يقنن النصوص بتاعته إلا في فترة يعني قريبة جدا، لما بدأ الفكر القانوني يتطور ويصل إلى درجة كبيرة من النضج، وقدر وقتها يستخلص القواعد العامة. لأن مما لا شك فيه طبعا إن صياغة قاعدة عامة بيبقى أصعب كتير جدا من إن أنا أصيغ قسم أو أصيغ نص يخص جريمة بعينها. ده فيما يتعلق بمرتبة نصوص القسم الخاص بين نصوص قانون العقوبات بشكل عام. تاريخيا هي أسبق في الوجود من نصوص القسم العام. طيب كمان احنا محتاجين نجاوب على سؤال تاني، هل نصوص القسم الخاص دي بتتفوق في العدد على نصوص القسم العام، أم أن نصوص القسم العام تتفوق على نصوص القسم الخاص؟ حد يقدر يقول لي يا شباب؟ السلام عليكم دكتور شلونك؟ عليكم السلام، مين معايا يا فندم؟ أنا نور الدين العساني، هلا سمعني هلا؟ الأستاذ أنا نور الدين العساني. نور الدين. يا أستاذ نور الدين، أنا يعني بكلمك وأنت مش سامعني خالص. أهلا حكيت بيك، مطول كثير بس كان في عندي مشكلة في البرنامج هلا مش الحال. أهلا بيك، نورت الدنيا، اتفضل. حياك الله دكتور. لما نيجي نتكلم على نصوص القسم الخاص، هي أكثر عددا من نصوص القسم العام ولا بالعكس؟ نصوص القسم العام أكثر من نصوص القسم الخاص.
درستوا انتوا القسم العام في الفصل الدراسي الاول، مظبوط؟ مين يقول لي؟ لما نيجي نتكلم على نصوص القسم العام او نصوص القسم الخاص، او هل هي انهي قسم بيتفوق في النصوص عن التاني، بنجد ان طبعا نصوص القسم الخاص بتتفوق في العدد على نصوص القسم العام. ليه؟ لان كل نص او مجموعه من النصوص بتعالج جريمه معينه، وطبعا بتتعدد النصوص بقدر تعدد الجرائم. اما فيما يتعلق بنصوص القسم الخاص فهي تقتصر على ايراد او تقرير او اقرار القواعد العامه التي تنطبق على الجريمه، وطبعا وفي مجموعها كده لا تمثل مصلحه محميه جنائيه. يبقى نصوص القسم الخاص بتتفوق عدديا على نصوص القسم العام، لان نصوص القسم الخاص بتعالج الاحكام الخاصه بكل جريمه وتقرر لها اركان هذه الجريمه والجزاء الجنائي المقرر لمخالفه هذه الجريمه او ارتكاب هذه الجريمه. ده فيما يتعلق بنصوص القسم الخاص، وانها تتفوق عدديا على نصوص القسم العام. طيب لما اجي اتكلم على نصوص القسم الخاص، ازاي اميز نصوص القسم العام على نصوص القسم الخاص؟ انا دلوقتي في التقرير بتاع قانون العقوبات قدامي نصوص، الماده الاولى الماده الثانيه، لغايه ما بينتهي التقنين. لما اجي انا اشوف المواد دي كلها او النصوص دي، ازاي ان انا اميز النص ده، ان هو اقول ان النص ده لما اجي ابص عليه كده لا ده نص يتعلق بالقسم الخاص او النص ده يتعلق بالقسم العام؟ ازاي اميز بين نصوص القسم الخاص ونصوص القسم العام في تقنين القانون العقوبي؟ حد يقدر يقول لي؟ يا شباب مش عايزين تفاعل كده ولا ايه؟ شباب معك دكتور، معك. يعني ازاي لما اجي ابص في تقنين قانون العقوبات وانا احنا بنقرا كده التقنين او نصوص قانون العقوبات القانون الجنائي ايا كانت التسميه، وانا بعدي على النص كده واحنا بنقرا النص كده، نقدر نميز ان النص ده يتعلق باحكام القسم العام او القسم الخاص؟ يعني نميزه ازاي؟ حد يقدر يقول يا شباب؟ ها لو احنا ركزنا في المقدمة بتاعت المحاضرة هنقدر نجاوب على السؤال ده. زي ما احنا قلنا في المقدمة ان القسم الخاص بيتناول الاحكام الخاصة بكل جريمة، فلما يجي النص او التقنين نص في قانون العقوبات بيعالج جريمة معينة، فمجرد ان احنا بنقرا النص هنعرف ان النص ده بيتعلق بالقسم الخاص او القسم العام، مظبوط ولا ايه؟ طيب لما نيجي نتكلم على كيفية التمييز بين نصوص القسم الخاص والقانون والقسم ونصوص القسم العام، ان احنا ما بنلاقيش صعوبة كبيرة جدا في التمييز بين النص الخاص والنص العام. طبعا بيمكن التمييز بينهم عن طريق موضع النص ده او القاعده ذاتها في التقنين، واللي بيميز كمان النصوص القسم العام او القسم الخاص عن بعضها ان الصياغه نفسها هي اللي بتميز، يعني صياغه النص نفسه هي اللي بتدل على طبيعه هذه القاعده، هل تنتمي الى نصوص القسم الخاص ام تنتمي الى نصوص القسم العام. طبعا على سبيل المثال لما نلاقي مثلا على سبيل المثال المشرع في تقنين قانون العقوبات بيقول على سبيل المثال ان كل من اشترك مثلا في جريمه فعليه عقوبتها، هنا بيوضح النصوص النص ده بيوضح قواعد الاشتراك في الجريمه، فهو مش متعلق بنص بجريمه معينه، لا ده بيتكلم بشكل عام ويوضح حكم عام فيما يتعلق بقواعد الاشتراك في الجريمه. فالنص ده لما نحن نيجي نمر عليه كده ونقراه اللي بينتمي الى نصوص القسم العام. اما لما نلاقي المشرع في نص تاني ينص كده بيقول من قتل مثلا نفسا عمدا يعاقب بالسجن مثلا المؤبد او السجن المشدد، هنا بيتناول
النص ده جريمة معينة وهي جريمة القتل، فالنص ده بيتناول جريمة القتل، يبقى ينتمي إلى نصوص القسم الخاص. خلاص كده الدنيا وضحت. يبقى التمييز بين نصوص القسم العام ونصوص القسم الخاص لا يوجد عناء في التمييز بينهم، وإن قلنا زي ما احنا قلنا إن الصياغة نفسها هي اللي بتدل على انتماء هذه القاعدة إلى أي من القسمين، سواء القسم العام أو القسم الخاص، وزي ما احنا قلنا المثال بتاع الاشتراك والمثال الخاص بجريمة القتل. كمان طبعا بنلاقي بعض النصوص الثانية متعلقة بالسرقة والاغتصاب والنصب وغيرها من الجرائم، والتي تنتمي إلى نصوص القسم الخاص التي يوضح الأحكام الخاصة بكل جريمة وبيان أركان هذه الجرائم والجزاء الجنائي المترتب عليها. طيب نصوص القسم الخاص دي بتعالج مصالح معينة ولا هي كده موجودة وخلاص؟ يعني هل تعالج نصوص القسم الخاص مصالح محمية جنائيا؟ طبعا نعم، بالطبيعي طبعا ان جرائم القسم الخاص بتعالج مصالح محمية جنائيا، بيبقى لها وتتصف بالناس لها صفة الدوام. طب زي ايه المصالح اللي بتحميها نصوص قانون القسم الخاص او قانون عقوبات القسم الخاص؟ بنلاقي ان نصوص القسم الخاص بتحمي مصالح لها صفة الدوام، طبعا كحق الدولة مثلا في الحفاظ على الأمن، وحق الأفراد في الحياة وسلامة الجسد، وكمان الملكية وجرائم العرض والشرف والاعتبار. ومن هنا بنلاقي إن نصوص القسم الخاص بتنقسم إلى شقين: جرائم متعلقة بالاعتداء على المصلحة العامة، ودي زي ما احنا بنقول كده تسمى جرائم الموظف العام، ودي كالسرقة والرشوة، معلش أنا آسف، كالرشوة والتزوير والاختلاس، وجرائم تتعلق بالاعتداء على حياة الأفراد طبعا دي، ودي متعددة كالقتل والضرب وإعطاء المواد الضارة والسرقة والنصب وهتك العرض والاغتصاب. فبنلاقي إن نصوص القسم الخاص بتنقسم إلى قسمين: جرائم متعلقة بالمصلحة العامة وجرائم متعلقة بسلامة الأفراد. طبعا الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة يطلق عليها الجرائم التي تتعلق بالموظف العام. أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرية الأشخاص، قلنا زي ما احنا قلنا القتل والضرب وهتك العرض والاغتصاب والسب والقصف. طيب لما نيجي نتكلم على نصوص القسم الخاص، هل نصوص القسم الخاص دي تعتبر كافية لحماية المصالح المحمية جنائيا زي ما احنا قلناها؟ احنا قلنا ان نصوص القسم الخاص تعالج مصالح محمية جنائية لها صفة الدوام. تتميز هذه المصالح المحمية الجنائية بأنها لها صفة الدوام. طبعا زي ما احنا قلنا حق الدولة في الحفاظ على أمنها، وحق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم. زي ما احنا قلنا انها بتنقسم الى جرائم متعلقه بالاعتداء على المصلحه العامه وجرائم تمس سلامه الافراد. زي ما احنا قلنا الجرائم التي تمثل الاعتداء على المصلحه العامه وهي ما يطلق عليها جرائم الموظف العام، يعني اي يرتكبها موظف عام طبعا كالرشوه والاختلاس والتزوير. اما المصالح او اما الجرائم التي تتعلق بسلامه الافراد زي ما احنا قلنا كالقتل والاغتصاب والسب والقصف وغيرها من الجرائم. طيب النصوص اللي القسم الخاص دي اللي بتعالج هذه الجرائم، هل بتعتبر كافية لحماية هذه المصالح كلها؟ طبعا مع تطور المجتمعات وتزايد دور الدولة في تنظيم العلاقات المختلفة، طبعا ده من خلال التشريعات اللي بتسنها الدولة وانتشار وسائل التقنية الحديثة وتراجع الوسائل التقليدية في الضبط الاجتماعي، طبعا كدور الأسرة والدين والأخلاق والتماسك المجتمعي، ومع ظهور مظاهر جديدة من الانحراف الاجتماعي طبعا غير الخاضع للتجريم، أصبح واضح أمام كل هذه الأسباب أو توافر هذه الأسباب أن نصوص القسم الخاص لم تعد كافية لحماية المصالح المحمية جنائيا.
طبعا. ومن اجل ذلك بيقوم المشرع الجنائي بالتدخل في مجالات معينه واقرار نصوص تشريعيه خاصه لحمايه هذه المصالح. ومن اجل ذلك راى طبعا المشرع ان من حسن السياسه العقابيه او حسن السياسه التشريعيه عدم ادراج هذه النصوص ضمن نصوص القسم الخاص. والكلام ده طبعا ليه بعض الاعتبارات عند المشرع، ان بعض هذه الموضوعات بيكون لها طبيعه فنيه وطبعا بتحتاج الى تعديلات تشريعيه يعني متعدده ويحصل عليها تغيرات كتير جدا، فبيضطر المشرع ان هو يدخل ويعدل هذه القوانين. اما فيما يتعلق بنصوص القسم الخاص فلا بد ان تكون لها صفه الدوام والاستمراريه. يعني نصوص القسم الخاص في القسم قانون في القانون العقوبات يجب ان تكون تتسم بنوع من الثبات والاستقرار. ما ينفعش طول الوقت ان احنا ندخل ونعدل فيها. طيب ايه الامثله اللي المشرع يصدر بيها تشريعات جنائيه خاصه؟ يعني ايه مثلا التشريعات الجنائيه الخاصه المختلفه عن نصوص قانون العقوبات القسم الخاص؟ بنلاقي طبعا المشرع بيتدخل ومثلا بيصدر تشريعات متعلقه بمكافحه المخدرات، مكافحه غسيل الاموال، مكافحه الدعاره، الاتجار بالبشر، وتنظيم وزراعه الاعضاء البشريه. دي كلها تشريعات جنائيه خاصه المشرع بيتدخل ويسن هذه التشريعات لتنظيم مثل هذه المسائل. دي كانت محاضرتنا بشكل مبسط، احنا ما حبيناش ان احنا نطول المحاضرة اكتر من كده، واحنا قلنا بس في البداية كأول محاضرة بنتعرف على الطلاب، بندي نبذة كده مختصرة عن المقرر، وان شاء الله من بداية من المحاضرة القادمة ان شاء الله هنبدأ فعليا المقرر. مش معنى الكلام ده ان اللي احنا قلناه النهارده مش مهم، لا ده مهم جدا ويتبني عليه في المحاضرات القادمه ان شاء الله، ومهم جدا. واحنا خلينا بس واحنا دلوقتي يعني مع بعضينا وقبل الزوم ما يقفل علينا، خلينا بس نتفق على مبدأ معين، ان كل يا جماعه كل يا شباب كل اللي بيتقال في المحاضره، كل تفصيله كل كلمه بتتقال في المحاضره انتم ملتزمين بيها. لان انا لما اجي بعمل اختبار تحريري في النهايه انا ليا نظام معين في الاختبار، انا ما بجيبش الاختبار اختبار تقليد. يعني الاختبار التقليد اللي هو احنا متعارف عليه ده بتاع الليسانس او البكالوريا، ان احنا بنجيب لنا سؤال مقالي وتكلم عن او اشرح كذا او كذا او كذا. الموضوع ده انا بالنسبه لي في الاختبارات غير مجدي، يعني مش بيحقق لي اللي انا عايزه. فانا بنحط اختبار مختلف تماما عن الاختبارات التقليديه. ممكن يكون الاختبار بتاعنا في نهايه المقرر عبارات صح وخطا، يعني تتذكر العباره قول العباره دي صحيحه ام خطا مع ذكر السبب. فضروري جدا كل كلمه بتتقال في المحاضره، كل حاجه انا بركز عليها في المحاضره، كل تفصيله في المحاضره حضراتكم ملتزمين بيها، لان ده نظام الاختبار. احنا من البدايه بنشرح الكلام ده، بدايه بننوه على الكلام ده علشان بس الناس تبقى واخده بالها ويبقى مركزين ومتابعين اول باول اللي بيتقال في المحاضره. المحاضره ان شاء الله هتتبعت للمسؤول الاعلامي وهيرفعها على قناه اليوتيوب الخاصه بجامعه الزيتونه. حضراتكم هتدخلوا تتابعوا المحاضره، محتاجين تفرغوها تكتبوها، تكتبوا كل النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. انا بس حبيت ان انا اقول لكم من البدايه الموضوع هيبقى رايح فين وجاي منين ونظام الاختبار يبقى شكله ايه، عشان بس احنا نبقى متفقين، مفيش حد يجي يقول لا والله انا ما كانش عندي علم، انا الموضوع بالنسبه لي صعب انا لا، احنا الاختبار هيبقى بالشكل اللي انا قلت عليه ده. الاختبارات التقليديه مش بتحقق لي انا شخصيا الحاجه اللي انا عايزها. فمطلوب من حضراتكم الالتزام بمضمون المحاضره، وتقدر حضراتكم ترجعوا للمحاضرة مرة واثنين وثلاثة على قناة اليوتيوب. ودلوقتي لو عند أي حد من حضراتكم استفسار يتفضل. السلام عليكم دكتور سونا، شو أخبارك؟ عليكم السلام، أنا في بس ناس دخلت عايز أخد بس الحضور. يلا في الأستاذ ساري.
استاذ عمر. مين تاني؟ استاذ ساري. ايه يا فندم، ممكن يقول لي الاسم الثنائي؟ استاذ ساري. اتفضل يا فندم، اللي عنده استفسار اتفضل. حياك الله دكتور، اهلا بيك يا فندم، مين معايا؟ أنا نور الدين نعساني، ممثل الطلبة. اهلا بيك يا استاذ نور، اتفضل. حياك الله دكتور. دكتور، في عنا كم استفسار بخصوص المحاضرات، هل نحن في عنا مقرر ندرس منه؟ نعم يا يعني فندم، مثلا يعني رح تبعت لنا مثلا مقرر ملف كامل بي دي اف نحن نطبعه وندرس منه؟ بص يا استاذ، يا استاذ نور، احنا دلوقتي بندرس قانون عقوبات القسم الخاص. تبع حضرتك ازاي؟ تمام. يعني طبعا لما نيجي نتكلم على القسم الخاص بتبقى الدراسه بتاعتنا بتبقى دراسه مقارنه. بمعنى ايه؟ ان انا في نصوص متعلقه، مثلا انا وانا في كلامي في شرح اللي جاي ان شاء الله هنتناول بعض النصوص المتعلقه بقانون العقوبات السوري. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وهندي ده الاساس عندنا. لما نيجي نتكلم على جرائم مثلا المصلحه العامه، نيجي نتكلم على جرائم الرشوه، هنشوف القانون السوري ده تناول جريمه الرشوه ازاي؟ تناول جريمه التزوير ازاي؟ تناول جريمه الاختلاس المالي العام ازاي؟ ومع القانون السوري هنذكر بعض الامثله من القوانين العربيه. عندنا القانون المصري، عندنا القانون اللبناني، عندنا القانون الاماراتي. هنذكر بعض الامثله. فاحنا ما عندناش مقرر، احنا ممكن يكون القواعد موجوده، ولكن المقرر هيبقى مزيج بين النصوص العربيه مع القانون السوري اللي هو الاساس. احنا بندرس في جامعه سوريه، حضراتكم طلبه سوريين، فانتم محتاجين تعرفوا قانون العقوبات السوري ده بيتناول الجرائم دي ازاي، وتاخد كمان بعض الامثله من القوانين العربيه. واخد بال حضرتك ازاي؟ ولكن القاعده العامه بتاعت المقرر نفسها موجوده، مفيش اي مشكله. فيعني بس هو ده الموضوع، وده الملخص اللي انا بتكلم فيه. انت حضرتك تقدر تستعين باي شرح تجيبه، في اي ملف تجيبه تبحث وتجيب، مفيش اي مشكله. محتاجين ان انا اجيب لكم ملف خاص بالقسم الخاص، زي احنا ما نقول ان احنا هنستعين ببعض نصوص قانون العقوبات السوري، وانتم ملتزمين لما نيجي نتكلم على القانون السوري فانت ملتزم باللي بيتقال في المحاضره، ان احنا بندرس في جامعه سوريه، فاحنا هنشرح في البدايه القانون السوري، وبعد كده هنذكر بعض النماذج المتعلقه بالقوانين الاخرى، قانون مصر، قانون لبنان، وفي قوانين كتير جدا جدا. بس عايز استفسار تاني؟ طيب دكتور، مشان الدوام، هلا نحن ما فينا نقدم طلب نأجل الدوام لبعد رمضان، يعني هلا في زملاء معنا اغلبيتهم دوامهم بالليل من بعد الافطار وبعد، يعني نحن في عنا مشكلة بالحضور لو يتم تأجيل ده ما الدوام شاء الله لبعد رمضان. ولا مشاكل ولا حاجه، ده انا ما شاء الله شايفكم 7، بتقولوا 13 واحد، يعني في كام واحد ما حضرش؟ 6. لأنه هن الغالب لسه بالشغل، هن ما طلعوا. في شغل لغايه دلوقتي؟ بتعرف هلا ايام رمضان هلا الكل بيفتح محلاته، يعني بتجوز شوي بالوقت، بيفتح بيتاخر شوي، يعني ايام رمضان وجايين على العيد، بتعرف انت دكتور. بص يا بس عشان احنا بس يعني الجامعه نزلت الدوام، واخد بال حضرتك ازاي؟ احنا هنحاول بقدر الامكان نراعي الكلام ده، بس مش معنى ان احنا بنقول ان احنا هنراعي الكلام ده الناس تهمل الحضور، معلش يعني مش هيبقى كل محاضره انا عندي ظروف. يعني احنا هنقدر بقدر الامكان الظروف اللي عند الناس، احنا مع الناس وفي ظهرهم ومعاهم ومساندينهم في كل حاجه. احنا هنا عشان الناس تبقى مرتاحه، أنا هنا في خدمة الطلبة، مفيش أي مشكلة، كل حاجة هتتراعى. ولكن معلش زي ما أنا براعيك كأستاذ الأستاذ للمقرر وكدكتور للمقرر أو بدرس أنا المقرر، أنت كمان راعيني، وتبقى أنت حريص إن أنت تبقى متواجد. معلش أنت جاي وبتستقطع من وقتك وتستقطع من شغلك ومجهودك وبيتك عشان تتابع، واخد بالك إزاي؟ فأنت كمان أنت تساعدني زي ما أنت، أنا عايز، أنت عايزني أساعدك، أنت كمان ساعدني. فاحنا هنحط يعني استثناء بس شهر رمضان، وبعد كده الدنيا هتتنظم بعد. فانا براعي الناس كلها، وبراعي الطلبه، وبراعي ظروف الطلبه. بس انت كمان على الناحيه الثانيه انت كمان ساعدني،
مش تيجي كل محاضرة تقول لي والله أنا أصلا كان عندي ظروف. ما هو مش معقول إن كل محاضرة عندي ظروف. عندك ظروف في محاضرة، في محاضرتين، لكن مش هيبقى الموضوع طول الوقت لا في ظروف أو عندي كذا أو عندي كذا. بقدر الإمكان تبقى حريص على الحضور والتواجد، لأن الحضور والتواجد والتفاعل مع الدكتور بيبقى عليه درجة، واللي هيقدر ياخد درجة الحضور، اللي مش هيقدر هيتخصم منه، عشان يبقى الكلام واضح. يعني الكلام يبقى واضح والتفاعل هيبقى عليه درجة. أنا كنت امبارح مع الطلاب السنة الأولى وكانوا بيتفاعلوا جدا، وكان اللي بيتفاعل أنا بيتم منحه درجة وقتي، بقول لهم كده اللي تفاعل معايا ده فلان الفلاني ياخد درجة، طبعا بخلاف درجة الحضور. كل الكلام ده بيساعد الطالب في النهاية لما نيجي نجمع له الدرجة بتاعة التقييم ممكن نلاقيه وصل لنسبة 100%. فأنت ضمنت النسبة 100% بتاعة الحضور والتفاعل، خلاص ما أصبحش عندك مشكلة. ده يساعدك لو أنت قصرت في الاختبار، لو أنت قصرت في التكليف العمل اللي اداهولك الدكتور. فالحضور والتفاعل يا شباب مهم جدا، يعوضك عن حاجات تانية أنت ممكن تأثر فيها. جالك الاختبار وأنا ما وفقتش في الاختبار ده فما قدرتش أجيب الدرجة، لا فلما يبقى الحضور والتفاعل لا اداني مثلا 100% بتاعة الدرجة، فخلاص دي شالت دي. لكن الاقي انا في الحضور مش موجود او متخصم مني كتير، واجي في الامتحان نص الامتحان غلط عندي فمش هاخد الدرجه النهائيه او هوصل للدرجه اللي تنجحني، فالاقي ان او كمان التكليف العملي مش مظبط الدنيا فيه، فلا في حاجه بتشيل حاجه. يعني الحضور والتفاعل لو انت خدت نسبه 100% من الحضور والتفاعل هيساعدك قدام في التكليف العملي ويساعدك كمان في الاختبار التحريري. فالطلبه بتزعل ان انا بقول ان لازم الحضور وباكد على الحضور، لكن ده مهم جدا جدا لو انتوا فكرتوا فيها بالشكل ده. وده انا بقول لكم عن تجربه، يعني انا بدرس في الماجستير دي لسنتين عن تجربه، انا لسه مطلع درجات الماجستير. لا في ناس واخده نسبه 100% من الحضور بسبب ايه؟ حضروا 100% تفاعلوا بنسبه 100%، فكل الكلام ده وكل الدرجات دي بيستفيدوا منه، في حين لما تيجي تبص مثلا طالب الماجستير تلاقيه في الاختبار لا يعني وقع شويه او في بعض الاسئله وقعت منه، فالتكليف العملي مثلا لا عداه، او الحضور والتفاعل الدرجه بتاعته كبيره فعدى قدر ان هو يعدي وينجح. فمهم جدا، مش عايز الطلبه تزعل مني في ان انا باكد على الموضوع ده او ان انا بتشدد في الحضور في موضوع الحضور والتواجد، لان ده في الاول وفي الاخر ده مصلحتكم، انا مش مصلحتي. انا يعني انا مصلحتي ان انا كمان في الموضوع ان انا افيد الطلبه. انا طالما انا موجود في الجامعه وكلفت ان انا ادرس المقرر لازم الناس اللي تبقى اللي بتدرس معايا تستفيد من ان انا بقول، مش الموضوع ان انا هدخل اسجل المحاضره وارفعها على اليوتيوب وبعد كده خلاص. لا انت راجل دلوقتي جيت درست في الجامعه في كليه الحقوق، انت راجل دلوقتي بتبني ثقافتك القانونيه، عندك الناحيه العمليه كمان، المحاضرات دي والدراسه بتاعتك دي تفيدك في الناحيه العمليه قدام، وكنت دلوقتي بتشتغل او بعد كده هتشتغل، فكل ده بينمي ثقافتك القانونيه، تتعرف عن قرب، عندك سؤال بتساله، تتفاعل مع استاذ الماده، كل الامور دي كلها بتصب في مصلحه الطالب في الاول وفي الاخر عشان نبقى متفقين. بس في حد عنده استفسار تاني؟ حد عايز يقول حاجه تاني؟ عشان انا قدامي دقيقه بس الزوم هيفصل. زملاء تفضلوا، اللي عنده شيء استفسار أو سؤال تفضل يسأل. الصورة وضحت أهم حاجة الأستاذ نور، الصورة وضحت. أنا بالنسبة لي واضحة، بس هلأ بدنا نشوف الطلاب إذا في عنده رأي تاني. مشكلة أنا معاكم يا جماعة على الجروب، مفيش أي مشكلة، أي استفسار أي السلام نقطة. عليكم، كيف حالك يا دكتور؟ أهلا بيك يا فندم. مين؟ تحية دكتور، معك بشير طيفور دكتور، الله يكرمك يبارك فيك. مين يا فندم؟ أنا ما سمعتش. بشير طيفور دكتور، الله يكرمك. اكتب لي بس على أنا شاكر. ضعيف عندي. النت ضعيف. بشر طيفور. دكتور بس في موضوع بشير طيفور، تمام لسه دكتور، دخل استاذ بس بشر. كنا نحكي عن موضوع الحضور.